سمها يقتل في ثوان. وهنا فتاة لم تعلم أن سمها الفتاك يسري في عروقها. وهنا عائلة تصدم بخروج أفعى من حوض المرحاض، ولكن في هذا السم الفتاك شفاء للناس وغراء خارق يوقف النزيف الحاد بثوان، واعدا بإنقاذ آلاف الأرواح. والسر يكمن في الثعبان المسمى برأس الحربة. في جامعة ويسترن في كندا قام علماء في مجال الهندسة الحيوية بالتعاون مع علماء دوليين بخلط إنزيم سم هذا الثعبان الأكثر سمية في أمريكا الجنوبية مع جيلاتين معدل مخبريا، ثم أحضروا فأرا ينزف من ذنبه المقطوع، وما هي إلا 38 ثانية لا غير، حتى تخثر الدم وتوقف النزيف تماما بعد أن وضعوا خليط السم والجيلاتين عليه. ذلك التشابك بين الجيلاتين المعدل وسم الأفعى أنتج الغراء الخارق الذي يفوق غراء الفايبرين المستخدم حاليا من قبل الجراحين والمسعفين بعشرة أضعاف، مع سرعة تخثر للدم تبلغ الضعف، فضلا عن إمكانية استخدامه لإغلاق الجروح من دون تقطيب.